ردد نشيدك في الزمان وطف به فوق الدنا واجعل سماءك منبرا. جيش الجزائر بالشهيد يميننا قسما به فداؤه لن تهدرا. أحررنا ثورتنا صرختنا دوت فأيقظت الدنا والأعصرا. ايه هكذا غتخلعوا المروك؟ ايه هكذا غتخرعوا المخزن؟ ما فهمتش انا ديك علاش كيديروها ما فهمتش. واش هادو زومبي؟ هضر قال لك اسيدي اليوم استعراض عسكري امام فخامه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ايه استعراض عسكري امام سعيد شنقريحه. ايه نعم اسيدي تيورينا لي موسكل. ولكن ديك مبغاتش تفهم ليا انا هذيك هذاك الشيء علاش فهمتي؟ واش كيسحبهم راسهم تيمثلوا شي فيلم ديال لي زومبي ولا ما تفهمش ليا؟ ولا راه كيبغيو يخلعونا حيت جينيرالمون هما اش كيديروا ملي كتكون شي حاجه عسكريه هكذا في التلفازه كيحيدوا لها الحس. هادي دابا بغاو يسمعونا ديك الاصوات ولا اخر تيقول وهي تتقول ما محل تلك الأصوات الغريبة من الإعراب؟ واش عمركم شفتوا شي استعراض عسكري في العالم بهاد الأصوات الغريبة؟ هاد الأصوات ديال الزومبي كتسمع وفرحانين بها. دابا هادو قال لك باغيين يخلعونا بداك الجيش الوطني الشعبي اللي كيدير هاد الحركات. هادوك اللي خرجوا لي انا في الزرقاء وداروا لي غندير له تصبغ يمشي كيجري. عرفتي تخيلتو داكشي ديال لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. شنقريحة أعد تخمام فهاد التخليطة اللي درتي اليوم، راه ماشي أول مرة كدار بالمناسبة، غير هما اليوم زدتو شوية في الصوت، زدتو ديرو شي حاجة ما كايناش، ديروا دي كومبا شكال، ديروا شي لعيبات، اما ديك ما صالحه لوالو. تضحكوا فيكم عباد الله. الاخر تيقول بحال في شيزو، بحال جالسين في شيزو، الزو ما غتسمعش فيه بحال داكشي. تحياتي وديما مبروك عليكم هذا الاستعراض العسكري.